بغيتو تعرفوا شنو جازهركم اليوم؟ ايوا اجيو معايا. غنبداو من عند كبر الجوزاء المهنيك وفي احد زملاء معاكسك وتستدركك لبعض الاخطاء ويستغل كذلك حتى الطاقه الابداعيه ديالك. عاطفيا ما تظلمش الشريك وكون اكثر تفاهم مشكلاته. صحيه كتقتنع اخيرا ان الرياضه عندها تاثير كبير في وضعك الصحي والنفسي. اما برج الثور فمهني حاول تحمي نفسك من الاخطار اللي تقدر تلحق بك. عاطفيا ان افضل اسلوب يجب اعتماده مع الشريك هو الليونه والرويه وعدم فرض ارادتك عليه. صحيه يغلب عليك الهدوء على الرغم من القلق الذي كان يسود حياتك بسبب مرض ما. برج الحمل مهنيا تبحث هذا اليوم عن الفرصه المناسبه التي تساعدك على تحقيق مشاريعك الكبيره. عاطفيا الشريك يتصرف بطريقه غريبه هذا اليوم، حاول تصارحه باش ما يتقلقش منك. صحيه تحاول قدر الامكان تخفيف من شرب القهوة والكحول لأنهم كيسببوا لك مشكلات صحية. همشوا عند برج الأسد المهني يحمل إليك هذا اليوم أجواء خاصة وبعد الأخبار الطيبة وتنفيذ المشاريع طال انتظارها. عاطفين كتشكو بعد القلق بسبب تصرفات الحبيب الغريبة وغادي تستأمن ملاحظته القاسية. صحيح إذا قلعت عن التدخين وشرب الكحول واستعدت عنهما بممارسة الرياضة بانتظام ألن تكون الرابح الأكبر صحيا. برج السرطان مهنيا تعيش هذا اليوم متجددا وتتاح أمامك حرية التصرف كما تريد في مجالك المهني. عاطفين حبك ينمو مع الأيام فحافظ عليه قدر الإمكان واعطي الحبيب كل ما تملك. صحيا تناول المشروبات الساخنة مع اقتراب موجات البرد يساعد على التخفيف من الإصابة بالزكام. برج الميزان مهنيا تثبت وجودك وتتخطى معظم الحواجز وتسمح لك الظروف بتحديد خياراتك وإعادة النظر في بعض الاتجاهات. عاطفيا لا تثير غيرة الشريك فهو يعيش حالة من الشك نتيجة تصرفاتك تجاه الآخرين. صحيا تقاوم كل ما من شأن هدفك إلى مخالفة أوامر الطبيب المتعلقة بوضعك الصحي. برج الهدراء مهنيا تفرض عليك توجهات جديدة أو شروط ومعطيات لم تكن موافقا عليها في السابق. عاطفيا لا تظلم الحبيب بظنك السيء، ستنجلي الأمور حقيقتها وتعرف أنك قد أخطأت. صحيح قد تشعر بألم خفيفة في المعدة، يستحسن الانتباه إلى نوع طعامك. برج الجدي مهنيا تبدو الأجواء هذا اليوم مشجعة جدا، أدعوك للاهتمام براحة زملائك. عاطفة تعيش يوما مميزا مع الحبيب كنت تتمناه منذ مدة طويلة. صحيح ترغب في القيام بمشاريع ترفيهية والسفر في رحلة استجمام مع الشريك. برج القوس مهنيا تشهد انقلابا كبيرا في الأوضاع المهنية، يكون في مصلحتك ويطلب إليك اتخاذ قرارات مهمة. عاطفة منحي الحبيب المساحة والوقت اللذين يحتاج إليهما ولا تكبر بغيرتك الشديدة. صحيح ترقق المسؤوليات الاجتماعية والعائلية وتفكر في السفر للراحة. برج عقرب مهنيا بانتظارك مكافأة غير متوقعة تقدير لجهودك الكبير في تنفيذ كل ما يطلب منك. عاطفيا حاول عدم الإصغاء إلى أقوى المقربين المغرضة ولا سيما أن ثمن يحاول توتير علاقتك بالشريك. صحيح تتعافى كليا من مرض ألم ما بك أخيرا وتستعيد نشاطك ورشاقتك كما في السابق. برج الحوت مهنيا تتسلط عليك الأنوار مجددا وتجد نفسك أمام مشاريع مهمة تغير حياتك المهنية والاجتماعية. عاطفيا غيرة الشركة الكبيرة تسهم في زيادة التباعد وقد تكون لذلك انعكاسات سلبية غير متوقعة. صحيح كن على استعداد دائم للمشاركة في نشاط اجتماعي وترفيهي ولا تتردد أبدا. أنا أختم مع برج الدلو لي مهنيا يبدو الوضع العام جيدا ولا يندر بعد المشكلة المهنية ولا تتفق مع أحد الزملاء. عادي بمحاولتك الخروج من سيطرة الشريك تبوء بالفشل فحاول أن تقف في وسط الطريق لتكون بمأمن. صحيح لا تنتظر الآخرين لكي يعرضوا عليك ممارسة المشي يوميا بل خذي مبادرة نفسك وانطلق. إلى هنا كنت أبرج الهديو ماضي نودكم حسن تلقى مع أبرج غدا تبقى على خير.